عرفت بهذا النوع من الحيوان، لكن الاسم بعد زمن عالق وإلى اليوم عند مثنى الأسد وهران. ويعود تأسيس هذه المدينة الساحلية الجميلة إلى سنة 902 ميلادية على يد مجموعة من البحارة الأندلسيين أيام الحكم الأموي. وتقول بعض الروايات إن الخليفة الأموي أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هو الذي أمر رجلا يدعى خرز بن حفص صولات بتشييد المدينة. أما الحافظ أبو زيد عبد الرحمن فيرى أن قبيلة مغراوة هي التي بنت المدينة، وكان ذلك على يد محمد بن أبي عون ومحمد بن عبدون في القرن الثالث هجري. وقد تعاقبت حضارات على المدينة بداية من الاحتلال الروماني ثم الموحدين والمرابطين حتى الإسبان، ليستقر بعدهم الأتراك لفترة 3 قرون، وذلك منذ 1708، لتعود المدينة تحت الحكم الإسباني ثم الفرنسي إلى غاية 1962. وهران كنز تاريخي من المعالم الأثرية تعود إلى مختلف الحقب، من بينها الحقبة الأمازيغية، الفينيقية، الرومانية إلى غير ذلك. ومن بين الحقب اللي يعني كانت شاهدة على مدينة وهران الحقبة الإسبانية والحقبة التركية. فيما خص الحقبة التركية يعني بعد 1790، بعد الزلزال العنيف لضرب مدينة وهران، قام بتشييد وتعمير بعض المنشآت الكبرى هنا في مدينة وهران، من بينها قصر الباي محمد الكبير ليعود تاريخ بنائه إلى 1792، إضافة إلى أكثر من 3 قصور أخرى متواجدة بمدينة وهران، منها استراحة الباي بمسرقين، ومنها قصر الباي حسان، وقصر الباي بوشلاغم لأقدم من القصر الباي محمد الكبير ليعود تاريخ تعاه إلى باي بوشلاغم في 1721. ومن بين الشخصيات التركية التي سكنت وهران على غرار الباي بوشلاغم الباي محمد الكبير الذي شيد هذا المعلم أو القصر عام 1792 بعدما دحر الإسبان. القصر يقع في قلب حي سيدي الهواري العتيق على بعد كيلومترات عن البحر، ولقد بني على شكل سفينة راسية تحرس باقي السفن التي كانت ترسو بميناء مرسى الكبير والتابعة للغزاة من إفرنج ونورمانديين وحتى إسبان ممن كانوا يتلهفون على هذه البلدة الهادئة. وقد بنى الباي محمد بن عثمان الكبير بعد استقرار ملكه بالمنطقة القصر، وأعاد أسلمة العمارة بعدما داستها حوافر خيول جنود الصليبيين الذين بنوا فوق أسواره المحاطة به ثكنة واستبلات لتمويل جيوشهم لغزو باقي الأراضي الجزائرية غربا وجنوبا. واستردها الباي بقوة السلاح، وبفضل حنكته العسكرية أذاق الإسبان علقم الهزيمة أكثر من مرة، إلى أن استطاع أن يسحقهم في واقعة خنق النطاح سنة 1792، أين سلم الغزاة مفاتيح المدينة التي كان من بينها مفتاح القلعة المكنات بالقصر الأحمر. بعد مجيء باي محمد الكبير إلى مدينة وهران وبعد الزلزال العنيف لضرب مدينة وهران في 1790، لم يجد مكان يعني كسوليد يعني كسهل كما الحصون الإسبانية. من بين الحصون الإسبانية التي لم تتأثر بالزلزال عندنا حصن سانتا كروز وعندنا حصن روزا الكازار قصر الأحمر، بحيث اختار الباي محمد الكبير هذا الحصن لبناء
لبناء قصره. ولكن مام بعد مجيء الإسبان في 1509 لمدينة وهران وجدوا قصر آخر اللي هو أقدم من تواجد الإسباني في مدينة وهران، اللي هو القصر الأحمر أو لدونجون غوج أو قصر المحل، ليعود تاريخ بناء تاعه إلى أبو حسن الماريني في 1347. وجعل الباي القصر بعد ذلك مقرا لحكمه، حيث كان يستقبل الوفود العسكرية في الديوان ويصدر أوامره لكل الأقاليم الغربية. وقد اعتمد الباي في عمارة القصر على أحجار القرميد الأحمر وصخور جبلية شديدة الصلابة. وقسم القصر إلى ثلاثة أجنحة، الأول الديوان وهو تحفة معمارية تغير رونقه وجماله بمرور الزمن سيما بعد الاحتلال الفرنسي له، ولمدينة وهران حيث سكن جيشه القصر بكامله وجعله مقرا للقيادة لخصوصية علوه عن باقي المباني وأنه يطل مباشرة على الميناء. والديوان لوحده يشكل نصف القصر، فعند الدخول إليه تجده عن اليسار تعلوه 16 قوسا مرتكزة على 16 عمودا من الرخام الأبيض الأملس غير المزخرف، إضافة إلى باب واسع رئيس. حافظ على الهندسة الأندلسية الإسلامية، فهو بشكل نصف بيضوي في الأعلى ومن الخشب الصلب بنقوش مربعة الشكل. أما القاعة الرئيسة فتتربع على مساحة تزيد عن 15 مترا مربعا، في وسطها خمس أقواس مرتكزة على 8 أعمدة مزدوجة حلزونية من الرخام الأبيض الممزوج باللون البني، وينتهي بزخرفة رائعة يعلوها الهلال الإسلامي رمز السيادة التركية بل الإسلامية. أما السقف فهو من القصب المطلي بالجبس والمزركش بألوان مختلفة وخط عربي كتب به الأتراك آيات قرآنية، لكن بعدما دخله الاستعمار الفرنسي غير الآيات بشعارات تحمل معاني الولاء للإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث الذي زار الجزائر في تلك الفترة. وقد كتب على سقف الديوان نابليون الثالث نصره الله وأعز سلطانه وحفظه الله. ويقال في روايات إن زوجة أحد الجنرالات هي من غيرت ألوان السقف. وزادت بهاء الديوان تلك النوافذ الخمس والبابان، يخص الأول النساء للنظر في قضاياهن، وأما الثاني فخاص بالرجال عن الشمال. أما الأرضية فهي من البلاط الفاخر الذي غيره الاستعمار إلى مصطبة من خشب قصد تغيير ملامح العمارة التركية الإسلامية للقصر. تم استعمال نفس الألوان والمواد الطبيعية في إعادة صياغة وتجميل المعلم الأثري قصر الباي، يعني كاع النقوشات المتواجدة في الأسقف قصر الباي تم ترميمها في الحقبة الاستعمارية بنفس المواد والأشكال الموجودة حاليا. قد تم إعادة ترميم جل الأسقف تاع قصر الباي من طرف زوجة أحد الجنرالات الفرنسيين اللي كانت تقيم بعين المكان، وقامت بإعادة تشكيل وترميم الأسقف بنفس الطريقة، واستعملت يعني نفس المخططات اللي كانوا من قبل. وبالخارج يتزين الديوان بمقعد استراحة كبير تزخرفه مجموعة من الفسيفساء الخضراء والبيضاء وآجر أحمر قبالة الحديقة التي تتوسط القاعة المفضلة للباي والمسمات بالحرم، وهي خاصة بنسائه.
إذ جمع فيها البي أفضل أنواع الأزهار والأشجار التي جعلتها غناء، تتوسطها نافورة في منظر جمالي تاريخي يقود الذاكرة عبر صوت خرير المياه المتدفقة إلى استحضار عظمة الباي بقوامه وبشرته السمراء واللحية السوداء وهو يجول في أطرافها آمرا وناهيا جحافل جيوشه ومنقطعا في الوقت ذاته للعبادة والتفكير. وقد جعل الحرم يطل عليها من خلال باب كبير ونوافذ صغيرة، واستلهم مهندسوه أشكال عمارته من تفاصيل قصر الحمراء الأندلسي من خلال الأقواس 16 والأعمدة 17 المنتهية بزخرفة وفسيفساء مزركشة الألوان. والحرم أو بيت النساء يتربع على مساحة تقارب 60 مترا مربعا، يحتوي على 7 غرف متوسطة الحجم ومتقابلة كان يتوسطها مسبح، هو اليوم مطمور بساحة زرقاء مطلية بالبلاط المنقط بالذهب ونافورة. لكن الباي محمد بن عثمان الكبير بمهارة مهندسيه حافظ على حرمة النساء من خلال بناء عدة حمامات بجوار الحرم لا تفصلها عن البيوت 7 إلا بوابة كبيرة. ويقول المعماريون إن الحمامات أخذت الشكل نفسه للبيوت حيث اعتمد المصممون على الأقواس والأعمدة، لكن يد الاستعمار غيرت هندسة الحرم إذ أضافت طابقا ثانيا بهندسته تتشابه مع البيوت 7 وقبة على شكل قبعة نابليون وذلك تخليدا لذكراه. وأنت تتجول في القصر تجذبك غرفة صغيرة هي المفضلة عند الباي والتي لا تزال كما هي لحد الآن، حيث تحسسك بمهابة دينية وذكرى مجيدة يتقاسمها أهل وهران. وتحكي الروايات أن الغرفة كان يخصصها الباي محمد بن عثمان الكبير للتعبد وصلوات القيام والتهجد تضرعا لله. وللغرفة شرفة تطل على المدينة العتيقة وجبال وهران أو ملك الباي، وهندستها لا تختلف عن الديوان إذ لها سقف من خشب مزركش بألوان ورسومات لأزهار النسرين. كما تحتوي على مكان للعبادة تزينه نافذة بيضوية الشكل وفتحات في الحائط لوضع المصابيح الزيتية والمصاحف. وفيما يخص القاعة المفضلة أيضا، يعني بعدما نخرجوا من الباب إلى الشرفات، الشرفة الكبيرة اللي كانت متواجدة خلف القاعة المفضلة، من تمك الباي محمد الكبير ولا معظم البيات كانوا يحرصوا على مدينة وهران من القصبة إلى غاية الميناء، ميناء الصيد أنذلك. يعني مدينة وهران أو قصبة مدينة وهران محاطة بسور كبير يعود التاريخ تاعها إلى الحقبة الإسبانية. ومن تلك الشرفات الباي محمد الكبير ومعظم البايات منهم باي حسان الباي بوكابوس والباي الرقيق من ثم كانوا يعسوا على مدينة وهران. لكن الجميل في كل ذلك تلك السلالم 7 من المرمر الأبيض والتي تأخذك إلى الحديقة التي تتوسطها 4 أعمدة من الرخام وعمودان من الخشب. وتروي الحكايات أن الباي كان مولعاً بتربية النسور والحمام الزاجل، وقد بنى عن يمين الحديقة وشمالها أقفاصاً خاصة بهم.
شمال القصر نفق أرضي يسمح للباي بن عثمان الكبير الولوج إلى مسجد الباشا الذي يبعد أمتارا عن غرفته دون أن يعترض طريقه العامة خلال الصلوات اليومية وكذا يوم الجمعة.